انا شخصيا هلا من لما اتاخذ ورائي مني، يعني احتجزت الحكومه ورائي وبطل عندي وراء، غيرت نمط حياتي كله. يعني صرت اقل احتكاك بالناس، اقل جرأة حتى على اني احتك بالناس هون. بالتالي هذا التمييز الدائم بيخلق لك حاله من الخوف. مطلوب للجيش، مطلوب لل مثلا بتهمه التظاهر، فكل حدا عنده خوف مشترك، يعني خوف خاص فيه.